أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه موقف مملكة البحرين تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وأهمية التنسيق والتعاون العربي الثنائي والجماعي، وبخاصة في ظل الاتفاقيات والمعاهدات التي تأتي في إطار جامعة الدول العربية وميثاقها وإعادة التضامن لمواجهة التحديات والأزمات التي تحاصر الوطن العربي والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. جاء ذلك في الكلمة التي وجهها جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه إلى القمة العربية في دورتها 31 التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي ألقاها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم لدى ترأس سموه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال القمة العربية. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، أصحاب الجلالة والخامة والسمو معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين المعظم، وتمنيات جلالته حفظه الله بنجاح القمة، معبراً عن اعتزازي بالمشاركة ممثلاً لجلالته في أعمال هذه القمة التي تمثل منعطفاً في مسيرة العمل العربي المشترك وسبيلاً لإعادة التضامن تحقيقاً لآمال وتطلعات دولنا العربية وشعوبها الشقيقة. ويشرفني فخامة الرئيس أن ألقي الكلمة الموجهة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم لهذه القمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نتقدم لأخينا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بخالص التهنئة على تسلمه رئاسة القمة العربية في دورتها الاعتيادية 31، متمنين لفخامته كل التوفيق في قيادة مسيرة العمل العربي المشترك في الفترة المقبلة لما يعزز مصالحنا المشتركة ويخدم قضايانا العربية العادلة. كما نعرب عن أخلص التهاني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني، مقدرين لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون وحكومته الموقرة الدعوة لانعقاد هذه القمة واستضافة أعمالها ولما بذله من جهود وما قام به من اتصالات لضمان انعقادها. نعبر عن الشكر للجمهورية التونسية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس قيس سعيد على إسهاماتها الطيبة في تعزيز العمل العربي المشترك وإدارتها الحكيمة للقمة 30، قمة العزم والتضامن. والشكر والتقدير موصول لمعالي أحمد أبو الغيط أمين العام جامعة الدول العربية وجهاز الأمانة العامة للجامعة لجهودهم في الإعداد والتحضير للقمة والعمل على نجاح أعمالها في مجالاتها المختلفة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يأتي اجتماع اليوم تأكيداً على إدراكنا التام بما يحيط بدولنا وشعوبنا من مخاطر وتحديات تهدد أمننا القومي وتعطل عملنا المشترك، تستوجب سرعة العمل للوصول بالتنسيق والتعاون العربي الثنائي والجماعي لأعلى مستوياته، وذلك
في ظل الاتفاقيات والمعاهدات التي تؤطرها جامعتنا العربية وميثاقها لمواجهة التحديات المشتركة والأزمات والظروف التي تحاصر وطننا العربي الكبير والصراعات السياسية والعسكرية التي تعاني منها بعض دولنا العربية وما تشهده من تدخلات خارجية في شؤون الداخلية، كما أن مشكلة الغذاء والطاقة والمياه وانتشار الأوبئة والأمن السرياني من التحديات التي تهدد الأمن الوطني القومي في وطننا العربي، كل ذلك يفرض علينا جميعا ضرورة توحيد الصف والتضامن. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن حل القضية الفلسطينية من أهم المطالب والأهداف التي تعمل من أجلها مملكة البحرين، باعتبارها القضية المركزية التي لن يتحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة ولن نضمن أمنها واستقرارها ونموها إلا بحل هذه القضية العادلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق فإنه من الواجب الإشادة بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة لاستضافتها ورعايتها لاجتماع الفصائل الفلسطينية الذي أسفر عن وثيقة إعلان الجزائر، آملين أن يحقق هذا الإنجاز وحدة الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل على الأصعدة كافة لنيل حقوقه المشروعة. وفيما يخص الأزمات الأخرى، فإن عدم الالتزام بأسس مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول والإصرار والتمادي في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فإن ذلك من التحديات التي ينبغي التنسيق والعمل على حلها من خلال الحوار الوطني ما بين الأطراف ذات العلاقة على أساس مبدأ حسن الجوار وسيادة الدول واستقرارها وسلامتها الإقليمية. وفي الإطار ذاته، تجدد مملكة البحرين دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في السيادة على الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأم موسى، وإدانتها لاستمرار إيران في احتلالها لهذه الجزر، وعلى ضرورة استجابتها لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما تثمن مملكة البحرين الجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل إعادة الأمن والاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية، وتعرب المملكة عن دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي ومساندتها لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلم والازدهار. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تشاطر مملكة البحرين دول المنطقة والمجتمع الدولي القلق أزاء تصاعد الصراعات الإقليمية والدولية في ظل التهديد باستخدام الأسلحة النووية، وتجدد موقفها أزاء هذا الخطر وامتلاك هذه الأسلحة، ودعوتها للمجتمع الدولي لإخلاء المنطقة ومن غيرها من الأسلحة الدمار الشامل، وتدعو إلى احترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، كما تدعو إلى وقف أعمال القرصنة البحرية وحماية الملاحة الدولية وتأمين امدادات النفط وسبل التجارة العالمية وصيانة المصالح المشتركة للدول والشعوب التزاماً بالمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية. ومن القضايا المصيرية التي باتت أكثر ارتباطاً بأمننا القومي ومن أهم متطلبات نجاح واستدامة مسارنا التنموي، تحقيق الأمن الغذائي العربي والاكتفاء الذاتي، وذلك بالاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية ومصادرنا الذاتية وتنمية قدراتنا وصولاً للتكامل بين الدول العربية التي تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لبلوغ هذا الهدف،
ويمكنها من التكيف مع التغيرات البيئية والمناخية التي طرأت على العالم وما يشهده من نزاعات وتغيرات اقتصادية وسياسية واستراتيجية. ويرتبط الأمن المائي ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي، مما يجعل من قضية المياه في الوطن العربي قضية استراتيجية تستوجب تكثيف الجهود بشأنها. وفي هذا السياق نجدد مساندة مملكة البحرين للحقوق التاريخية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقين في مياه نهر النيل، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدين أيضاً على أهمية التعاون المشترك في حماية البيئة والحد من تغيرات المناخ في ضوء تأييدنا لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، متمنين لنجاح جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافة ورئاسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقيات الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استضافة الدورة 28 لمؤتمر COP28 العام المقبل. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن جدول الأعمال قمتنا يتضمن البنود والقضايا التي تشمل مختلف قضايا العمل العربي المشترك في شتى مجالاته، ونتطلع بكل تفاؤل أن تكون هذه القمة قمة إنجاز على مختلف الأصعدة، وذلك بالخروج بقرارات تسهم في تعزيز مسارات عملنا الجماعي ونتائج تلبي تطلعات دولنا وشعوبها العربية جميعا، وأن تكون قمة التنسيق والتعاون والتكامل، وذلك من خلال تعزيز دور جامعة الدول العربية وتمكينها من أداء دورها القومي في تعميق التعاون العربي وتدعيم الروابط بين الدول العربية ومواجهة التحديات الكبرى التي تهددها. اعتماد التحرك والنهج الجماعي أزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية والتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه الدول العربية في ظل ما يجمعنا من أواصر ووحدة المصير. التمسك والتوافق على دور عربي يساعد في التوصل لتسوية الأزمات المنطقة وتقوم على الحوار الوطني والحل السياسي واحترام خصوصيات الدول والمجتمعات وعدم السماح بالتدخل الخارجي باعتبار ذلك السبيل الأمثل لحل الصراعات واحتواء الخلاف وإنهاء معاناة الشعوب. تعميق الشراكة الدولية والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية والبناء على ما تحقق من مكتسبات في الحوارات العربية والأفريقية والأمريكية الجنوبية ونجاح قمة جدة للأمن والتنمية، معربين عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة للقمة العربية الصينية في ديسمبر المقبل. تنمية التجارة فيما بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز مكانتها بين دول العالم. العمل على بلورة استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي العربي لما تمثله هذه القضية من أهمية متقدمة في أجندة حاضر ومستقبل العمل العربي. التعاون في قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي في ضوء وثيقة التعليم في العالم العربي التي تم إطلاقها في مملكة البحرين خلال هذا العام. وفي الختام نجدد شكرنا وتقديرنا إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة والشعب الجزائري الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وصالح أمتنا العربية وضمان أمنها وتقدمها وازدهارها في كافة المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.